متتبعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم. اليوم 18 فبراير 2022 مجلس مدينة الدار البيضاء يعقد الجلسة ديالو الثانية في إطار دورة فبراير 2022. من بين النقاط اللي تعرض على أنظار المجلس القضية اللي تتعلق بتقديم ملخص حول تدبير المقاطعات. أنفاس بريس استغلت هذه الفرصة واقتربت من مجموعة من رؤساء المقاطعات من أجل استفسارهم حول واش بقى جدوى الاستمرار في نظام المقاطعات، أم أنه حان الوقت لإعادة النظر في هذا النظام هذا، خاصة بعد الجدل الكبير اللي تعرفوا هذه القضية هذه، لأن البعض يقول بأن نظام المقاطعات حد من الاختصاصات مجموعة من الرؤساء اللي منتخبين واللي على أساس الانتخاب ديالهم هو خدمة الصالح العام وتنفيذ سياسات القرب. أش نقولوا، أجي نشوفوا أش قالوا لنا رؤساء المقاطعات في هذه القضية هذه. بالنسبة واش باقي جدوى النظام تاع المقاطعات ولا نرجعوا لذاك النظام تاع الجماعات المحلية يكون أحسن؟ أظن بأنه بالنسبة لهذا النظام ديال المجالس الجماعية وفي إطارها مجموعة المقاطعات، هو المشرع يعني في حقيقة نقص شوية من الصلاحيات ديال المقاطعات، وهذا الشيء اللي خلى المقاطعات يعني كتبحال واحد القصير أمام الجماعات وما كتتصرفش بشكل كبير وبحرية كبيرة وما عندهاش إمكانيات مالية. هذا في إشكال، إذن أش كيتفرض؟ كيتفرض بأنه المسير الجماعي خاصة تكون عنده هذه النظرة الكبيرة ديال الشمولية، ديال النظرة الوحدوية الشمولية، ديال العدالة الاجتماعية. ملي كتكون غياب هذه النظرة هذه كنسقطوا يعني في الاشكاليه ديال المقاطعات بانها كشي طفل قصير اللي عنده الوصايه هو الجماعه. انا اعتبر بانه نظام هذا خصو على الاقل بعض التعديلات اللي تعطى فيه الصلاحيات للمقاطعات اللي تكون شبه جماعات سابقه. اكيد النظام ديال وحده المدينه اللي بدا في سنه 2003 هو جا واحد المفهوم جديد ديال التدبير ديال المجالس على اساس يكون واحد تكافؤ الفرص وتوزيع هذيك الثروه اللي كاينه عند المدينه، لان ما ننساوش بان قبل كان نظام ديال المجموعات ولكن كان فيه الاقصاء، كان المقاطعات او الجماعات اللي كانوا سابقا مؤهلين راه استافدوا من ذاك التاهيل، وكاين الجماعات اللي ما كانش عندهم المداخيل، ما كانش عندهم برامج، اذا كانوا مهمشين. حنا فرحنا استبشرنا خير من جات هذا النظام ديال وحده المدينه من 2003 على اساس تكون واحد نفس الامتياز اللي عند المقاطعات، لا في البنية التحتية، لا في إنارة، لا في الحدائق، لا في التدبير ديال المقاطعات. ولكن للأسف الشديد ما لمسناش حنا على المستوى ديال المقاطعات، كنلقاو بأن باقي المقاطعات اللي هما عندهم واحد كان عندهم واحد العناية، باقي هذيك العناية كنقدروا نتكلموا على مقاطعات نافعة ومقاطعات غير نافعة. ربما لان الى خدينا مثلا الانفا او المعارف او هذه المناطق باقيين كيتعاملوا معهم على اساس جماعات مستقله، وحنا ما استفدناش. انا اعتقد بان يعني باقي هذيك المقاطعات المحيطيه عند تتعاني من الحقره اللي كانت تقدم. ملي كنتكلم على سيدي مومن، كنتكلم على الفدا، كنتكلم على الحي محمدي، هذه المناطق ما استفدتش من هذا البرنامج او هذا التدبير الجديد ديال وحده المدينه، وهذا للاسف الشديد خصنا نعيدوا فيه النظر. اما يرجعوا جامعات مستقلة، أما تكون واحد الإمكانية لهذه المقاطعات خاصة يدعموهم باش يتأهلوا بحالهم بحال المقاطعة الأخرى. فعلا منذ 2003 حنا بالنسبة لي في جامعة عين السبع سابقا كانت عندنا ميزانية مهمة كتوصل 10 المليار، الآن عندنا تقريبا ميزانية 5 المرات قل، وعندنا المساحة الجغرافية مهمة الهشاشة، وكنتساووا بحالنا بحال مقاطعات أخرين بلا ما نسميهم اللي كيكون عندهم ما محتاجينش الهيكلة بحالنا حنايا، لذا كيكون يعني واحد الحيف. وكنذكر بأن الجماعات الدور ديال الأول هو سياسة القرب، هذا هو اللي كنأكدوا عليه، وحنا محتاجين ان مجلس المدينه يعني يتفاعل معنا في المشاريع اللي كيدير، يكون واحد ياخذ بعين الاعتبار كل منطقه والهشاشه ديالها، هذا هو اللي كنطالبوا به. قضيه المنح اللي تقدم مجلس مدينه الدار البيضاء الى المقاطعات ما تزال تثير الكثير من الجدل. هناك من يقول بان هذه المنحه اللي تخصها المجلس الى المقاطعات خاصها تكون انطلاقا من المجهود اللي تيبذلو رئيس المقاطعه والمكتب المسير للمقاطعه في استخلاص الاموال والمداخل لصالح المدينه. هناك من يقول لا، بالعكس خاص تكون واحد العداله، عداله مجاليه، وبان جميع المقاطعات خاصهم يتساووا في اطار الملح، بل على العكس من ذلك فالمقاطعات اللي ما تتوفرش على الامكانيات هي اللي خاصها تحصل على منحه تكون كبيره بزاف.
على صعيد اخر كاين البعض على مستوى المنح اللي تتقدم من مجلس المدينه الى المقاطعات، البعض تيقول ما خصهاش تكون عند المنح اللي بحال دابا وصلت تقريبا شي 2 مليار ياك، يعني خص يكون المنحه مقدمه انطلاقا من المجهود اللي تيبذل رئيس المقاطعه على مستوى استخلاص المداخل، واش تتفق مع هذا الرأي؟ اولا بالنسبه للقانون التنظيمي 113/14 كيتكلم على خصنا هذيك المنحه تجينا حسب عدد ديال المواطنين حسب المرافق، للاسف هي منحه جزافيه اللي هي كتساوي ما بين جميع المقاطعات ولا فيها حيف، لان احنا الاكراهات اللي عندنا ماشي هي الاكراهات اللي عند مقاطعات اخرى، اعتقد بان خاص واحد المراجعه، ثانيا يديروا واحد التحفيز على المقاطعات اللي كتدبر الماليه وكدير مداخل اجتهاد في المداخل، والا كيكون بان هذاك رئيس المقاطعه يمكن ليه غادي يستهلك هذاك المنحه اللي كتجيه وكما يقدم حتى خدمه نظرا لان ما كاينش واحد الامتياز يمكن يستافد فيه. الا بغينا نديروا العداله الجماعيه العداله المجاليه والاجتماعيه، كاين بعض الاماكن اللي هي فيها امكانيات ماديه وبعض الاماكن ما فيهاش امكانيات ماديه، مثلا بحال سباته ما عندهمش مداخيل كبيره، هذا هو السبب اللي خلى بعض المشرع يدير مثلا بحال هذا النوع من الجماعات تنضم الى مجموعه الى جماعه الضربة الكره وتصبح فقط مقاطعات، ولكن اظن بانه اللي خصو المنح تتعطى على حسب الحاجيات الحقيقيه ديال المقاطعات، خص يكون واحد دفتر التحملات وبرنامج حقيقي ديال المقاطعات واللي على اساسه تعطى الامكانيات الماديه، انا ما يمكنش تقار لي مثلا مقاطعه حي الحسني بحجمها الكبير 45 كيلومتر مربع بمثلا 600,000 نسمه مع مقاطعه يمكن نقولها بحال المعاليف مثلا اللي هي عندها الامكانيات والبنيه التحتيه كلها متوفره نسبيا، يعني عندها متطلبات اخرى من نوع ثاني، اذا هنا ما يمكنش تقارني مع مثلا اولا مع انفا اولا مع سيدي بليوط، وهذا هنا فيه الاشكاليه، يعني خاص المقاطعات تعطاها منح على حسب واحد دفتر تحملات ديالها خاصيه ديال المقاطعه. انا في الدوره علنيا امام السيد الوالي والسيد العمده طلبت بان خاص المقاطعات ياخذوا واحد النسبه تشجيعيه باش بالنسبه للمقاطعات اللي كيدخلوا المداخل، انا طلبتها، قلت لها ما يمكنش انسان غادي يبدا يخدم يدخل لك مداخل يعني بلا ما تكون عنده واحد النسبه بالتشجيع، راه ما غاديش يخدموا من هذا، قلتها في الدوره علنيه.